السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يطرح نفسه، هل هنالك دم فاسد بالجسم؟ لا، لا يوجد دم فاسد بالجسم. لو وجد دم فاسد في الجسم لكان سببا في تسمم الدم ومشاكل مرضية خطيرة جدا على الحياة، قد تؤدي إلى الوفاة إن لم نستطع اللحاق بها وعلاج هذه المشكلة. فبالتالي لا يوجد دم فاسد في الجسم. الدم الفاسد يفسد الدم بخروجه من الجسم، فيبدأ بالتجلط وتبدأ البكتيريا بالتكاثر بالدم بعد خروجه من الجسم، ولكن الدم بداخل الجسم فهو دم معقم لا يوجد فيه أي نوع من الجراثيم، وهنالك كريات الدم البيضاء التي والأجسام المناعية الموجودة بالجسم والتي تحافظ عليه نقيا بعيدا عن أي بكتيريا أو أي أشياء ضارة تضر بالجسم. فمقولة أن هنالك دم فاسد بالجسم هي عارية عن الصحة. وربط الدم الفاسد بالحجامة برضو هذا عالي عن الصحة. نعم للحجامة فوائد جمة، ولكن هي لا تخرج الدم فاسد. الدم الذي يخرج لونه صحيح، لونه تراه مائلا إلى القتامة أو القاتم، وذلك لأنه دم وريدي، دم من الشعيرات الدموية، فبالتالي كمية الأكسجين الموجودة في الدم المستخرج تكون قليلة جدا، وهذا بوضعه الطبيعي يجعل هذا الدم لونه لونا قاتم، يعطيه اللون القاتم، ولا يعني أن هذا الدم دم فاسد في الجسم. فلا يجوز الترويج للحجامة بأنها تخرج دم فاسدا. الحجامة لها فوائد، ولكن كذلك يمكن الحصول على هذه الفوائد بالتبرع بالدم. فللحجامة فوائدها وللتبرع بالدم كذلك فوائد، وقد تكون فوائد التبرع بالدم أفضل بكثير من فوائد الحجامة. ودمتم بصحة وعافية. السلام عليكم.